اهلا بكم اذا مجددا. كنا قد عرضنا قبل اذان المغرب المشكله الخاصه طبعا بالكوبري في فرشوط، والكوبري وتاثير هذا الكوبري على وصول المياه الى الزراعات في عدد من قرى ابو تيشت وفرشوط. وكان معانا طبعا الاستاذ طه عبد الرحيم عضو مجلس اداره مزارع جمعيه الاصلاح، والمهندس مجدي ايوب مدير الري بغرب قنا. وبين وجهه النظر هذه وتلك اتفقنا على ان يبقى في هيبقى في لجنه من الري هتنزل على ارض الواقع تشوف ايه الموضوع، وان شاء الله الهدف الاساسي طبعا هو وصول المياه لزراعات المزارعين هناك في هذه المنطقه. طيب، بمناسبه الزراعات ايضا جاتني رساله وجات للبرنامج رساله من اهالينا في عزبه القفطيه والكلاحين بمركز دراو بمحافظه اسوان، يشتكون من نقص حاد في الأسمدة الكيماوية، حيث لا يحصل المزارعون على حصصهم الكاملة من الجمعيات الزراعية. يقولون حصلنا على فقط على جزء من حصتنا في الأسمدة الشتوية، وتتبقى الحصة الخاصة بالمحاصيل الشتوية الجزء الثاني، يعني هم حصلوا على الجزء الأولاني لكن الجزء الثاني من الحصة الشتوية لم يحصلوا عليها بعد. وطبعا ده بيأثر على الزراعات، خاصة زراعة قصب السكر التي تحتاج إلى كميه سماد كبيره جدا وفي توقيت معين. يعني القصب لو ما حصلش على كميه السماد في توقيت معين ما بدأش لها فايده حتى بعد كده. يعني ده بيقولوا ما يجعل المزارعين عرضه لتجار السوق السوداء، ووصل سعر شكاره النترات الى 1200 جنيه للشكاره، ما يمثل عبئا كبيرا على المزارعين. هما بيتكلموا عن ده في الجامعات الزراعيه زي جمعيه بلانه، جمعيه دار السلام، جمعيه الطويسه، جمعيه دراو، جمعيه عباسيه، جمعيه عزبه العرب، جمعية الدندان، جمعية النجوع بدرعه. كل هذه الجمعيات عندها نفس المشكلة، انهم صرفوا جزء من الحصة الشتوية للأسمدة وتبقى الجزء الثاني من الحصة الشتوية. ان شاء الله هنحاول يبقى حسام معانا حد من مديرية الزراعة في الأسبوع القادم للرد على مشكلة مزارعي القفطية والكراحين بمركز دراو بمحافظة أسوان. طيب، نرجع من نروح من أسوان لسوهاج. طيب، كوبري الشنشيفي بساقولتا بسوهاج، ده غير كوبري اللي اتكلمنا عنه بتاع فرشوط. كوبري الشنشيفي ايه حكايته؟ انه يهدد حياه الاهالي. يعني كوبري المفروض بيعمل عشان يريح الاهالي يعني، لكن كوبري يهدد حياه الاهالي؟ دي جديده الحقيقه. هنعرف ده في تقرير الزميله جهاد عادل. يلا جهاد. احنا كاننا مش عايشين، بشر معدود على 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 الدوله وخلاص، بشر معدود على الدوله. احنا في مظلمة، في مظلمة من الخدمات، مظلمة كاملة، ما عندناش أي خدمات نهائية، لا صرف صحي ولا مية شرب ولا أي حاجة. إحنا عندنا في النجع الشنشيفي ده امتداد، ده شارع من ساجولتا المدينة، ده امتداد من مركز ساجولتا لطريق عرب بني واصل. قرية الشنشيفي تبعد حوالي 300 متر أو 500 متر عن مركز ساجولتا، يعني من الظهير، يعني من جيوب ساجولتا. احنا يعني صرخة ألم وصرخة عتاب من شعب الشنشيفي للسادة المسؤولين. دي الترعة اللي هي اتبتبتت، ده مشروع جميل ومشروع عملاق، مصر كلها بتفخر بيه، وفر لنا الميه وخلى الميه زايده عندنا. ولكن هنا في غلطه كبيره، كارثه اللي هي الغلطه الكبيره. احنا عندنا طفلين ماتوا غرقوا وماتوا، لا صور ولا سيادتك اي حاجه. الكوبري اللي هو المشاه اللي بنعدي عليه بتتقلب من عليه العربيات وبتتقلب من عليه المحاريت الزراعيه، والاطفال بتقع وبتغرق فيه. ده جنب كتله سكنيه، حضرتك لو 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 بصيت هتلاقي البيوت اللي الترعة قصادها على طول، اللي في طفلين هنا غرقوا وماتوا توفاهم الله بسبب عدم الصور اللي اتعمل. واحنا يعني بصراحة بنأمل للسيد المحافظ الجديد ان هو يسمعنا. يا ريت يا ريت سيادتك يا سيادة اللواء، سيادة المحافظ، يا ريت تسمعنا. تعال تعال. الجرار معدي بالعافيه، الجرار مش عارف يعدي من على الكوبري، عاوزين توسعات للكوبري وعاوزين صرف للكوبري.
شكرا لجهاد عادل على هذا التقرير السريع. طبعا هو التقرير كان بيتكلم الاول عن مشاكل البلد بشكل عام، لكن خصينا الحديث عن المعديه او الكوبري اللي انت شفتوه، طبعا مش محصل مترين يعني. وزي ما شفت الجيران حتى الزراع اللي هو معدي يا دوب معدي، فطبعا هي ما تعرفش تقول لا كوبري ولا معديه، مش محصله لا معديه ولا بتاع يعني، فمترين يعني. فهو بيقول ان في طفلين غرقوا، ما طبيعي لازم لو في زحمه مدارس، لو في مثلا واجب معدي جنازه او بتاع، يبقى في زحمه يبقى في تكدس. فده مساله محتاجه اولا يا اما تعمل كوبري محترم، يا اما على الاقل مبدئيا تعمل سور خاصة الأطفال وكبار السن، ممكن حتى حد كبير ممكن رجله يعني تزلق وينزل على طول في الترعة يعني. فنتمنى يبقى في رد فعل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقولتا بسوهاج بالتعاون مع الجهات المعنية، مع اللي هم طبعا قدموا استغاثة للدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج الجديد. نتمنى يبقى في رد فعل. لكن الجهات أيضا ذهبت إلى القرامطة غرب في سوهاج، والقرامطة الحقيقة يعني في كذا مشكلة الحقيقة في قرية القرامطة اللي عدد السكان فيها تقريبا يتجاوز 15,000 نسمة. بيتكلموا عن مشكلة مواصلات، بيتكلموا عن وحدة صحية ما فيهاش أطباء بسبب مشكلة المواصلات، برضو بيتكلموا عن مشاكل في التعليم وخدمات الصرف الصحي، مشاكل متنوعة. وأنا حتى بقول للزملاء دايما سواء صالح أو جهاد أو سمر، إن دايما يا جماعة نخصص نتكلم عن المشكلة بعينها الأول اللي هي الأولى والاكثر الاكثر تضررا، يعني الناس متضرره منها اكثر يعني، نخصص الذكر عن مشكله واحده في كل حلقه مثلا عشان حسام يقدر يجيب رد من المسؤول. لكن ما علينا، عموما بنشكر جهاد انها ذهبت ايضا للقرامطه غرب. هنعرض تقرير سريع برضو من القرامطه غرب ونشوف اهم المشكلات في القرامطه غرب علشان بعد كده يبقى في ردود من المسؤولين سواء من المحافظ او من رؤساء الوحدات المحليه. اتفضل يا جهاد. احنا بلدنا هنا ناقصها خدمات كتير. الجرامطة ككتلة سكنية جاية في تابع مجلس تونس وفي نهاية مركز تونس، يعني بدأ من جلفاو سعد الله شيخ مكرم تونس الجرامطة. الجغرافي بالنسبة للمحافظة، احنا هنا نبعد عن المحافظة 12 كيلو ان كان من ناحية جزيرة شوندويل او من ناحية تونس والعمرة والشيخ مكرم والبلاد دي، نبعد عن المحافظة نفسها 12 كيلو. بالنسبة للخدمات، الخدمات ناقصة خالص، سواء كهرباء سواء مية سواء خطوط المية اللي موجودة هنا هو ما تغيرتش من 30 سنة أو 40 سنة، طبعا مليانة بكتيريا وبتاع. معي فيديوهات وحاجات كنا اشتكينا قبل كده هو على المية، أنا مواسير ضربت فشفنا المية وطحالب طالع من الأرض. ما عندناش خدمات نهائي، ما عندناش صرف صحي، البيوت هتوقع من البيارات اللي فيها، عايزين غاز طبيعي زي عندنا في تونس جنبينا وصل الغاز الطبيعي، في جزيرة شندويل جنبينا وصل الغاز الطبيعي والصرف الصحي، بلدنا احنا ما حدش فكر فيها خالص. احنا بنعاني من الصرف الصحي، بعربية الكسح بتيجي تاخد بنبلة 200 جنيه. البيارات في البيوت بتعمل رشح المباني، بتشقق في المباني برضه، بتأثر على ميه نهر النيل، بتلوث ميه نهر النيل بالبيارات برضه، دي من ضمن المشاكل برضه، صح من ضمن المشاكل اللي يعاني منها برضه. من دول البلاد اللي حوالينا ما دخلنا ما وصلناش الصرف الصحي، رغم ان عندنا يجي نص فدان ارض تبع الاوقاف ومتخصص للصرف الصحي، ومحدش جاب لنا صرف صحي، والبلاد كلها اللي حوالينا عندها صرف صحي. الوحده الصحيه بتخدم، بس المشكله في ما فيهاش خدمات، يعني ايه اجهزه، ما ممكن حد يتعب مننا بالليل او عيل تعب او مره هتوضع، ممكن ناخدها الساعه 1 بالليل نروح بها سوهاج، لان المستشفى ما شغلاش غير ايه للمراه فقط، صحه المراه والاسره، ما فيهاش طبعا اجسام جراحه ولا عيون ولا محتاجه حاجات كتير المستشفى برضه. لنا وكويس اللي هي كان يعني بيجت فيه وحده صحيه وواحده ريفيه وفيها شغل وفيها دكاترة، وكانت فيها عدة أسنان وبتاع أول سنتين ثلاثة، بعد كده هو طبعا ما فيش دكاترة كفاية، ودي هاي مش مشكلتنا احنا، ده مشكلة كل الوحدات الصحية على مستوى القرى عملوها، وفيها أجهزة وفيها حياة جديدة قاعدة زي ما هي. أنا عندنا عيادة أسنان من أنظف عيادات الأسنان في المستشفى، وما فيش دكاترة، في دكاترة بتيجي من الصدمة واحد. الجزيرة فيها مواصلات، احنا عندناش مواصلات برضه، تونس جنبينا ونجا عتمان فيها عربيات ما تقدرش تدخل الجرامطة توصل الناس الجرامطة،
فالموظفين شغل بيعانوا بيمشوا 8 كيلو مشي ياخذوها مشي، يا اما ياخذ عربيه خاصه، العربيه الخاصه مكلفه، مش هيقدر حد مش هيقدر ياخذ عربيه خاصه اصلا مكلفه. المواصلات في القريه يعني في تعريفه معتمده من السيد اللواء المحافظ محافظ سوهاج بان القرامطه غرب داخله في ضمن تعريفه العربيات اللي هي في الموقف البحري. فالموقف البحري المفروض العربيات توصل فيه لحد الخط سيرها توصل لحد القرامطه غرب. القرامطه غرب نجع عثمان، نجع شرف، تونس، الشيخ مكرم، صعد الله لحد لما توصل سوهاج. لا، العربيات بتعدي الخط ده كله وتوصل تونس ونجع شرف ونجع عثمان وتتوقف عند كبر نجع عثمان. طيب والقرامطه؟ هل احنا مش مواطنين زي بقيه المواطنين؟ عندنا مشكلة في المواصلات، ما عندناش مواصلات على سوهاج أو من سوهاج إلى القرامطة، أقرب بلد جنبينا ينزلونا العربيات تنزلنا جنب البلد اللي جنبينا وإحنا نجيبوها مشي، فدي مشكلة علينا من زمان يعني من 40 50 سنة، هم ما يعني مش معترفين إن القرامطة دي آخر الخط بتاعت السواقين. دي عاملة لنا مشكلة ما مخلياش الناس اللي هو الدكاترة مثلا اللي هم تعيين جديد مثلا ما همش عربيات. فالمواصلات بتاعت القرامطة وحشة. هما برضه يجي مدرسين بيجونا من بره البلد برضه بيجي بالعافيه بيجي عاوز ياخد سنته وعايز يتنقل بيدور على وظائف كله بيتنقل، سواء كان مدرس في مدرسه بره البلد بيتنقل، سواء كان دكتور بيجي المستشفى بياخد شهرين ثلاثه وبيدور على وسطه وبيتنقل. احنا تقدمنا بعده شكاوى وكل ما بيردوا علينا بالشكاوى دي بيقولوا ان احنا نبهنا على السائقين. طيب نكلم السواقين ما فيش اي استجابه للتنبيهات دي، بل في سواقين ما بتعترفش بالموضوع ده اصلا ويقول احنا اخرنا هنا. يا عم طب خدوا فلوس وكملوا لحد القرامطه، ما بيرضوش يكملوا. لكن احنا اللي ناقصنا ان المسؤولين يحسوا بينا، المسؤولين يسمعوا عن القرامطه، يجوا القرامطه يشوفوا ايه اللي ناقصها. احنا ما عندناش حاجه خالص من الامكانيات دي، القرى اللي جنبينا كلها فيها صرف صحي وفيها مراكز شباب وفيها غاز طبيعي، احنا الوحيدين المنسيين هنا. فاحنا كل اللي عايزينه ان المستشفى يبقى فيها دكاتره، لو واحد تعب يروح يكشف. طب ايه ما لازم تبنيينها المستشفى مبنيه ومجهزه جميع الاجهزه فيها، بس وما فيهاش دكاتره، وعايزين وحدة أسعاف عشان لو واحد تعب مثلا نطلب الأسعاف توديه لأي مستشفى كبيرة غيرها. فنحن نطالب السادة المسؤولين بسرعة حل المشكلة دي وبإجبار جميع السائقين اللي هو المفروض يدخل القرامطة أنهم يكملوا لحد القرامطة. الخدمات الأساسية احنا محرومين منها، القرى الثانية موجودة اللي جنبينا، الخدمات كلها موجودة، دي أساسيات، احنا بنطلب الأساسيات بس. شكرا جزيلا للزميله جهاد عادل على هذا التقرير. ايضا يعني قدمت لنا تقرير النهارده جهاد من الشنشيفي والكوبري اللي شفناه مساحته مترين ومحتاج تدخل سريع الحقيقه من السيد المحافظ الدكتور عبد الفتاح سراج. واستمعنا الى مطالب اهالينا في القرامطه غرب، والحقيقه مشاكل فيها طبعا يعني مشاكل مترتبه على بعض، يعني مشكله المواصلات بتترتب عليها مشكله المدرسين يجوا القرامطه، ان دكاتره تيجي الوحده الصحيه، خاصه يقول لك الدكاتره اللي هم متعينين جديد ما عندهمش عربيات، فهو يقول لك الخط السواقين يقول لك احنا اخر خط تونس او اخر خط نجع عثمان. طب يا عم القرامطه غرب، يقول لك لا هو احنا كده هو عافيه يعني. فده كلام ما ينفعش يعني. يعني اتمنى فيه تدخل، يعني اكيد تبع المحليات يعني بالتعاون مع المرور يعني، لكن هو اساسها المحليات، المحليات بتحدد خطوط السير وعندها آليات لأنها السواقين مش تجبرهم. هو المواطن بيقول لك إجبار السائقين، لا مش إجبار، هو بالقانون كل حاجة. والنهاردة خط سيرك مكتوب في خط السير لغاية فين، تكلم عن 700 متر يعني حوالي كيلو إلا يعني، الناس تمشي ماشي يعني. طب اللي رايح يودي حد للدكتور أو يعني، فيعني أزمة كبيرة في مشكلة المواصلات أولا دي. يعني أتمنى يبقى في تدخل، لأن حتى بيقول لك إحنا بنبقى عرضة ليه ابتزاز لمن اصحاب المركبات خاصه التوك توك بيبالغوا في الاسعار، وده ما طبيعي يعني. ان لازم في مواصلات عامه في سيرفيس بيوصل للقرامطه يعني، نتمنى ده. وبيستبعد ده حل مشكله الوحده الصحيه، ما هو بيقول لك الدكاتره مش هيجوا عشان يقول لك دكتور النهارده معهوش عربيه، هيقول لك انا حاجه هنزل برضه هاخد مواصلات، هيدفعوني دم قلبي برضه. المدرس نفس القصه برضه. فنتمنى يبقى في تدخل يعني، رغم ان الجهات الصحه تقول له الدكتور روح ماليش دعوه بيك انا، التربيه الثانيه تقول له المدرس روح ماليش دعوه بيك انا.
لكن المتضرر في النهايه الاهالي. يعني يقول لك وحده صحيه موجوده وامكانيات كويسه جدا، لكن برضه الدكاتره ما فيش برضه بسبب مشكله المواصلات. يبقى عندنا مشكله المواصلات، عندنا مشكله ندره الاطباء، يعني مش عدد، مش اللي بيجوا قليل، نفس القصه بالنسبه للمدرسين. والمدارس بيقولوا انها مش كفايه برضه، يعني المدارس عدد التلاميذ كبير، فبالتالي محتاجين مدارس اضافيه. وبيكلموا عن خدمات الصرف الصحي، دي ابرز المشاكل اللي عرضتها جهات في تقرير القرامطه. لكن الاكثر الحاحا دلوقتي لان الصرف يحتاج، طبعا نتمنى كل المشاكل تتحل طبعا بالتاكيد، الصرف هيحتاج يدرك في الخطه وبالتالي محتاج تمويل وما الى ذلك. لكن احنا بنعرض ده على مائده الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ان شاء الله، زي ما يعني عرضنا له مشكله كوبري الشنشيفي بساقولتا، بنعرض بعض المطالب بالنسبه لاهالينا في القرامطه غرب، ويا ريت برضه اهالينا في القرامطه غرب وفي الشنشيفي وكل المشاكل اللي بنعرضها في كافه محافظاتنا. يعني الناس اهالي برضه تشير الفيديوهات دي للمسؤول، يعني حسام كده كده مشكورا بيحط ده على سواء يعني واتس المحافظ او وزير التنميه المحليه دكتوره منال او حتى في مجلس الوزراء، يعني بوابه الشكاوى بنحط كل الفيديوهات دي، وبتبقى في ردود زي ما جات لنا رد الاسبوع اللي فات من وزير الري حول مشكله الري اللي هي بتاعه ال 2000 منطقه ال 2000 فدان. يعني فاحنا كل الفيديوهات دي برضو اهالي يساعدونا في ان هم يشيروا الفيديوهات دي باكبر قدر من في اماكن مختلفه، سواء في البوابات الحكوميه او غيرها، يعني في مجلس الوزراء، في المحافظات وما الى ذلك. يعني وان شاء الله هيبقى عندنا ردود حول هذه المشكلات في الاسبوع القادم. احنا كان المفترض يعني الوقت خلاص ازف، المفترض هنعرض تقرير صالح عمر عن احلال وتجديد شبكات خطوط مياه قريه الجيانات باسنا. طبعا انا هعرض، مش هنعرض تقرير ده، هنعرضه الاسبوع الجاي صالح. لكن هو المشكله ملخصها تهالك شبكه مياه الشرب ايضا في الجيهانات، وهم بيقولوا القريه تابعه لمدينه اسنا، تابعه 8 كيلو رغم كونها تتبع المدينه اداريا. هذه الميزه انقلبت لعيب كبير، تعتبر المشكله الابرز تهالك شبكه مياه الشرب، لم يتم تجديدها منذ ثمانينات القرن الماضي، لا تزال الشبكه عباره عن مواسير اسبستوس. نتمنى من شركه مياه الشرب والصرف الصحي العمل على تغيير شبكه المياه في الجهينات. ده المطالب، هنعرض ده بشيء من التفصيل ان شاء الله الاسبوع القادم مع صالح عمر في تقرير عن الجهينات باسنا. برضو بفكر يعني امبارح برضو اهالينا في المحموديه في مشكله في خط، ما اعرفش ميه حلوه ولا ميه صرف، من امبارح بالليل قدام البوسطه، يعني قدام المكان اللي هو فيه البوسطه وفيه الاسعاف، المياه من امبارح حقيقه بالليل، والاهالي اشتكوا للخط الساخن شركه مياه الشرب والصرف صاحب اسوان، ولغايه ما نزلت دلوقتي كان لسه المشكله القائمه. نتمنى في تدخل يبقى من الخط الساخن من شركه مياه الشرب والصرف صاحب اسوان. وانا اتكلمت قبل كده عن الطريق المؤدي للمحموديه، وطريق ده بقى حيوي لانه مؤدي للمدينه الصناعيه، مؤدي لمصنع كيمه، عليه زحمه كبيره جدا، محتاج اعاده رصف. يعني انتوا رصفتوا جوه، انا طالبت كتير جدا من ايام اللي هو اشرف عطيه بنتكلم، وكلمنا الاستاذ سيد مدني قبل كده اكتر من مره، الطريق ده محتاج اعاده رصف، انتوا رصفتوا جوه وفضل الطريق الرئيسي زحمه كبيره جدا وحفر وحاجات مش كويسه الحقيقه. نتمنى، لكن شوفوا لنا مشكله الميه اللي من امبارح دي قدام البوسطه وقدام المطافي في المحموديه. طيب هذا ما سمح به الوقت، طلب احاطه. في النهايه اشكركم، وما تنسوش تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك برنامج طلب احاطه قف 8، او بامكانكم ايضا عبر رقم الواتس 0111 91 844 82. والرقم الواتس ده مهم برضو، حتى بندعو يعني الاساتذه في كليه الاعلام وتكنولوجيا الاتصال في جامعه جنوب الوادي، في ايضا كليه الاداب قسم الاعلام والصحافه في سوهاج، برضو خريجين او الطلبه اللي هم عندهم برضو ماتيريال كويسه طبعا ببعض مراجعه الاساتذه، ممكن يبعتوا لنا البرنامج طلب احاطه برضو تشجيعا للطلبه ايضا ومساهمه منهم في حل مشاكل المواطنين. 0111 91 844 82. وطبعا زي ما قلنا الرئيس تحرير البرنامج زميل حسام محمود، مخرج البرنامج الزميل احمد العربي. شكرا العربي، هذا رقم الواتس لكل اصدقائنا طلبه وطالبات كليه الاعلام والتكنولوجيا الاتصال بجامعه جنوب الوادي، كليه الاداب قسم الصحافه بسوهاج، وكل المتخصصين الحقيقه هذا رقم الواتس من الممكن ان تراسلونا عليه. شكرا للزملاء ياسر منصور مدير التصوير، خالد حسن قناوي، خالد عبد الراضي، هاني فتحي، محمد سعد،
أشرف الجندي، محمد عبد الصبور، مهندس عمار المريخي، والإشراف على التنفيذ أحمد شاهين وعبد السلام برداويلي، والإشراف العام دائما للأستاذ خالد الشريف. وهذه تحياتي وإلى اللقاء.